عامل ايه؟ ايه عليك ايه النهارده؟ ماشي خش سخن وتعالى. ماشي خش اعمل شويه استرتشات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في خطا شائع قدام المبتدئين بيجوا قبل التمرين بيعملوا حاجه اسمها استرتشات. تيجي تقول له روح سخن يروح يعمل استرتشات. امتى انا اعمل استرتشات وامتى اسخن؟ التسخين ده بيبقى قبل التمرين اللي هو بنسخن العضله عشان ما تحصل لناش اصابه عشان يضخوا فيها الدم. لكن الاسترتشات دي بنعملها بعد ما بنخلص تمرين خالص عشان خاطر بيبقى خلاص العضله عملت حاجه اسمها انقباض من كتر ضخ الدم فبنعمل استرتشات عشان نفك العضله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.